قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: سقي الماء. قال: سقي الماء. مشروع بئر مراد. بداية وكتمهيد للمشروع، نظمت لقاءات تواصلية مع مكتب جمعية إمسكر حول مشروع هذا البئر الجديد. في إطار التواصل والمقاربة التشاركية والتنسيق، عقدت جمعية تسهيل إجرحاحي مع مكتب جمعية إمسكر عدة لقاءات واجتماعات حول المشروع الجديد للماء الصالح للشرب، حيث تم تقديم توضيحات حول أهميته والرغبة القوية من فاعلي الخير الذين أبدوا استعدادا كبيرا لتمويله كاملا. ومن جهتهم رحب مكتب الجمعية بالمشروع وأبدوا فرحهم وسرورهم بهذا العمل الذي هرمت الساكنة من أجله بعد معاناة مع نذرة الماء دامت قرابة عقدين من الزمن. وخلال اللقاء الأخير تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بتتبع المشروع والسهر على إنجاح كل مراحله من بدايته إلى نهايته، لتأتي بذلك أول مرحلة عملية من المشروع: التنقيب عن الماء والبحث عن مكان حفر البئر بالتشاور مع ملاك الأرض. فبتنسيق مع المحسنين وفاعلي الخير تم الشروع في عملية البحث عن أماكن مناسبة لحفر بئر إمسكر، حيث تمت الاستعانة بخبير متخصص في التنقيب عن منابع الماء، حيث تمت مرافقته في ثلاث مناسبات. وبعد عدة محاولات تم اكتشاف بقعة أرضية مستوية تتوفر على فرشة مائية هامة وصبيب قوي يكفي لتغطية حاجيات كافة الدواوير المجاورة بالماء الشروب. كما تمت استشارة أصحاب الملك والأرض الذين أبدوا موافقتهم الفورية دون شروط. ومن ثم تأتي أشغال حفر البئر. فبعد استشارة فاعلي الخير وأخذ إذن من السلطة المحلية وأصحاب الأرض، تم جلب آلة الحفر من الحجم الكبير تابعة لشركة حفر الآبار من تيزني، حيث شرعت الشركة في عملية الحفر بتاريخ 12/1/2022 رغم مواجهة بعض الصعوبات التقنية وطبيعة الأرض القاسية. تم بفضل الله الوصول إلى أول منبع مائي على عمق 45 مترا، ليستمر الحفر إلى حدود 130 مترا بعد أن حالت قوة الماء والصبيب القوي دون الاستمرار في الحفر للوصول إلى العمق المتفق عليه. والحمد لله تم اكتشاف أربع منابع مياه قوية وفرشة مائية هامة عذبة صافية. أما البئر فيتوفر على أزيد من 80 مترا من الماء. الزيارة الميدانية لتحديد حاجيات المشروع. مباشرة بعد الانتهاء من عملية حفر البئر وتركيب الأنابيب البلاستيكية، تم الشروع في اليوم الموالي في مرحلة تحديد حاجيات المشروع والتشخيص الميداني، حيث قام رئيسي جمعية تسهيل إجرحاحي وجمعية إمسكر بمرافقة صاحب شركة تجهيز الآبار والقيام بجولة ميدانية لكافة الدواوير المستفيدة من مشروع بئر مراد وتحديد حاجيات كل دوار من الأنابيب والقنوات، وكذا دراسة إمكانية ربط منازل ودواوير جديدة لتغطية أكبر عدد من الساكنة. كما تمت زيارة مكان البئر وأخذ القياسات اللازمة لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية والمكان المناسب لوضعها ونوعية المضخة المناسبة والأسلاك والأنابيب التي ستوصل الماء إلى السهريج، علما أن الدوار يتوفر على سهريج قديم بسعة 40 طنا ومنظومة مائية وتجهيزات تم إنجازها في إطار مشروع سابق عام 2004 لم يكتب له الاستمرار والنجاح. وكما تم حفر أساس سياج الطاقة الشمسية وإحاضة البئر بسور وباب. تجهيز بئر مراد بالمضخة وألواح الطاقة الشمسية وربطه بالسهريج. بعد التنسيق مع شركة التجهيزات وفاعلي الخير وجمعية إمسكر ولجنة الماء، تم الشروع في مرحلة تجهيز البئر وتثبيت 32 من ألواح الطاقة الشمسية بواسطة فريق تقني متخصص بالتعاون مع لجنة الماء وبعض من الساكنة المحلية. بعد جلب التجهيزات بواسطة شاحنة خاصة من أيت ملول،
دامت الأشغال ليومين كاملين، وخصص اليوم الثاني لتركيب المضخة بقوة 10 أحصنة، كما تم ربط السهرجين والبئر بقنوات بلاستيكية من النوع الجيد. تم القيام بتجربة ضخ الماء بنجاح وصعوده إلى السهرج بشكل سلس وامتلاء الخزان في ظرف 3 ساعات. بعد الانتهاء من تجهيز البئر، تأتي عملية توزيع القنوات البلاستيكية على الدواوير وربطها بالمنازل وصيانة وتنظيف السهرج والرجارات. بناء على التشخيص السابق الذي قامت به لجنة الماء بمعية شركة التجهيزات المائية، خلال المرحلة الثالثة تم جلب ما يقارب 5 كيلومترات من القنوات من مختلف الأحجام والأنواع بواسطة شاحنتين من 8 ملول، حيث تم إفراغ القنوات البلاستيكية قرب البئر والشروع في عملية التوزيع حسب لائحة دقيقة بالاستعانة بجرار وحامل ولجنة الماء ومساعدين من الساكنة. العملية التي استمرت لأسبوع كامل تحت أشعة الشمس انتهت بتاريخ 11 فبراير 2022، والتي تم ربط أزيد من 80 أسرة بالسهرج، إضافة إلى المسجد الجامعي والمدرسة العتيقة والمستوصف القروي والنادي النسوي وروض الأطفال والساقية العمومية المجاورة لسوق الأحد الأسبوعي والمجزرة، على أن يتم ربط بعض المنازل البعيدة بعد دراسة إمكانية وصول الماء إليها. وبعد الانتهاء من توزيع وربط الدواوير والمنازل، تم القيام بتنظيف السهرج وإصلاحه وتقوية جدرانه وإصلاح جميع الرجارات الحديدية التي تآكلت بفعل الصدأ والتقادم. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة الشاقة والضنيئة والدقيقة التي تتطلب الجهد والصبر والتركيز، قامت لجنة الماء بملء السهرج للمرة الثانية، حيث تمت تجربة كل القنوات القديمة والجديدة للتأكد من جاهزيتها وإصلاح أي تسرب محتمل. والحمد لله وصل الماء إلى نسبة كبيرة من الدواوير في أول تجربة، وبعد إصلاح جميع الأعطاب والتسربات وصل الماء إلى الدواوير على أن يشمل المشروع بعض المنازل الجديدة، وتثمينا للمجهودات المبذولة وحفاظا على ما اقتني من تجهيزات، تم تجهيز محيط مشروع بئر مراد وتزويده بأضواء كاشفة، سعيا من الجمعية والمحسنين للحفاظ على المشروع وتجهيزاته من الإتلاف. تم إحاطة المشروع بسياج حديدي وسلك شائك بعلو 2 متر ضمن مساحة تقدر ب60 متر مربع، بالاستعانة بيد عاملة مكونة من 3 أعوان الذين قاموا بحفر الأساسات وحفر تثبيت الهيكل والأعمدة الحديدية التي سيثبت فيها السياج والباب، كما سيتم تثبيت عمودين حديديين بعلو 6 أمتار خاصين بمصابيح الإنارة بواسطة الطاقة الشمسية لرصد أي تحرك بالليل، على أن يتم وضع قفل خاص بالباب الحديدي وتسليمه للعون المكلف لتشغيل ومراقبة المشروع. سيدي خير هذا إجازة ربي المحسنين سي المعلم عبد الله. آمين. أستاذ ربي المحسنين أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد خلص ربي تبارك وتعالى هيك سحر بس يا عبد الله عديه انا معنا عبد الله يلا هاي سحر ربي هالمسائل هذه كله اللي انت نغير تغير الجعابي ولا الباب كل شيء هو هذاك يا سيدي خلص ربي المحسنين امين. دوش دوش يا غلا دوش الخير 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 يا اختي كيف ربي يستكفى مزاتها شتات بخير خيرتها نعم تاع بارك الله بارك الله زرا وليدي السي محمد ها الروبيني اللي غيمي دقينا ها بخير بخلاص درت ما خير الصفحه ربي المحسنين اخلص ربي المحسنين الخيرات تورني تصدودها تورني تصدود عندي كله إعلان الحمد لله تلك كنت وامر بارك الله ضرب بارك الله حتى أقول ميدن ولو ميدن أردت شكال الخيرة أعلى الصبح ربي ميدن حتى أقول لي الصبح ربي هاش أنا أخذ بارك الله أحمد بن الله بدأ ما أخذ بارك الله أحمد بن الله أنا الدبرة ينسى ولا ساولة بخيرة إمر داود سلحة ها؟
امين يا ربي يا ربي امين يا امين امين سيدي امين يا ربي إن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما يسكر بنادم ما يفركين لا طاقة ولا مال، كل الخير التي تسمى صدقة جارية. كل ما يكفر بالصح نص أرسل سيسكر ما يفركين ريتو وما يفركين يري ما يفركين ميد هان ربي تبارك وتعالى على سيسكر ما يفركين غديون في لاليخ على جزني إسلام ربي جنة الفيدة إن شاء الله مسلم ومسلم جميعا إن شاء الله الله مليك ربي جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين